تعالوا بقى، معلش انا اسف يعني، ننسى الحلو شوية بقى، لان انا عندي قصة صعبة قوي، صعبة قوي، وانا مرضتش ابتدي بيها الحلقة عشان ما اوجعكوش وما تعبكوش. بس انا والله من ساعة ما تابعتها وقريت تفاصيلها وشفت مشاهدها وانا قلبي موجوع وجع مش هحكي لكم عنه، ودمي بيفور وبيغلي ومش عارف اعمل ايه، لانه للاسف القصة خلصت، وخلصت اسوأ نهاية. قصة بنت اسمها بسنت، قصة بنت اسمها بسنت من محافظة الغربية. بسنت كام سنة؟ 16 سنة، بنت في عمر الورود. بس طبعا مش هنذيع صورتها عشان برضو في بعض القنوات للأسف هتذيع صور ومش عارف زي، انا ما بنعملش كده ولا حتى بنقول الاسم كامل، بس اسم بسنت ده لانه القصة معروفة اعلاميا كده يعني. بسنت بنوتة قمر، قمر عندها 16 سنة في قرية من محافظة الغربية، وبنت محترمة وجميلة ومتربية ومن أسرة ومن عيلة والحياة زي الفل. يقوم واحد لا عنده لا أخلاق ولا ضمير ولا دين ولا تربية ولا أي حاجة أبدا، يبتدي يشغلها ويبتدي يراودها عن نفسها وعايز يعمل معاها علاقة وبتاع. فالبنت أبت ورفضت كأي بنت محترمة مصرية شريفة، فهددها وقال لها لو ما عملتيش اللي أنا عاوزه أنا هفضحك وهوريك اللي أنا هعمله، فرفضت برضو هذا الابتزاز. فما كان من هذا الشاب، ومش عايز أقول لفظ لأنه يعني آذان حضراتكم بس هتتأذى، لكن أنا جوايا ألف لفظ خارج يصلح لهذا الشاب، ما كان منه إلا أنه فبرك صور فاضحة لبسنت، فبرك صور فاضحة لبسنت. وما أسهل هذا الكلام دلوقتي على النت، ان انت تجيب صور عارية وتركب عليها الوش اللي انت عاوزه فتبقى تبدو وكأنها صورة حقيقية. فبرك مجموعة من الصور على الانترنت فاضحة لبسنت، وياريته بعتها لبسنت عشان يهددها بيها. ده بعتها لكل تليفونات وشباب القرية، فضح البنت فضيحة كاملة، كاملة الاركان. هتقولي لي يا تامر طب ما لسه في امل، هقول لكم المشكلة انه ده حصل يوم واثنين وثلاثة. البنت اكتئبت اكتئاب شديد وده شيء طبيعي، وابتدت تقول لاهلها انه مش انا، والله العظيم ما انا، وانا ما عملش كده، والصور دي متفبركة. لحد يوم الجمعة اللي فات دخلت صلت الجمعة مع صلاة الجمعة اللي احنا بنصليها، ثم دخلت اوضتها وكتبت رسالة لمامتها. هوريكم دلوقتي الرسالة، كتبت رسالة بخط ايدها لمامتها بتقول فيها كده: ماما يا ريت تفهميني، انا مش البنت دي، احلف لك ان الصور دي متركبة، والله العظيم مش انا، وايه، وقسما بالله ما انا بنت، انا زي اي بنت صغيرة ما استاهلش اللي بيحصل لي ده، انا جالي اكتئاب بجد، انا يا ماما مش قادرة، انا بتخنق، تعبت بجد، مش انا، حرام عليكم، انا متربية احسن تربية. كتبت الرسالة دي لمامتها وقامت واخدة حباية من الحبوب السامة وماتت بسنت. عشان كده قلت لكم قضي الامر الذي فيه تستفتيان، القصة خلصت اسوأ نهاية ممكن. يعني لو البنت دخلت في دور اكتئاب وكانت مفضوحة وكذا كان ينفع نعمل اي حاجة، نرد لها اعتبارها ونرد لها شرفها ونجيب اللي عمل ده وياخد العقاب ويعترف قدام الناس كلها انه هو اللي فضحها وان البنت بريء، كل ده كان ممكن يحصل لولا ان البنت ما استحملتش. وطبعا طبعا اللي هي عملته غلط في فكرة يعني انهاء حياتها بايديها، ده غلط. ومهما كانت الضغوط ومهما كانت الاحباطات ومهما كان المشاكل
ومهما كان الابتلاءات مستحيل ان احنا نلجأ لهذا، لانه ضد الشرع وضد الدين وضد الاخلاق وضد كل شيء. الروح الانسانية ربنا كرمها، واثمن حاجة في الكون يجب ان احنا نحافظ عليها تحت اي ظرف من الظروف، فاللي هي عملته مستهجن ومرفوض. لكن انا بكلمكم على بنت وصلت الى هذه المرحلة فما استحملتش الضغوط، وشفتوا كتبت ايه لمامتها، ثم قررت انها تنهي حياتها عشان مش قادرة تستحمل الكلام ونظرات الناس وكذا وكذا، او حتى تستحمل عدم تصديق اهلها ليها، رغم ان اهلها بعد الحادثة كل كلامهم امها ووالدها واختها كلهم بيقولوا ان احنا متأكدين 1000000% من براءة بسنت ومن طهارة بسنت ومن اخلاق بسنت ومن تربية بسنت، وان بسنت ما تعملش كده ابدا ابدا ابدا، ولو كانت صرحتنا بانها كانت بتفكر تعمل كده كنا قلنا لها لا اوعي تعملي كده، لان احنا مصدقينك وانت اشرف من الشرف. لكن للاسف هي ما استشارتش حد في قرار انهاء حياتها، وقررت ان ترحل في صمت وفي حزن وفي وجع وصدمه لينا كتير بقى. لان القصه دي انا اتكلمت فيها كتير، قصه السوشيال ميديا والانترنت والفوتوشوب والصور واللايكات والشير ولايكي وتوك توك وبوك بوك وبتاع، انا اتكلمت فيها كتير ومش هبطل اكلم فيها، لانها جايبه خراب زي ما انتم شايفين اهو، جايبه خراب. في الاول كنت بتقولوا يا تامر انت مكبرها ليه، دي ناس بتهزر. طب واخره الهزار عاجبكم؟ انبسطتوا بالهزار اللي بيودي الناس في داهيه؟ بنت في عمر الظهور 16 سنه، العمر والصحة والحياة قدامها، تبقى دي النهاية بتاعتها بسبب واحد مش عارف اسميه ايه ولا صنفه ايه. سيبكم ان انا متأكد ان الواحد ده هيتجاب وهيتعمل معاه الصح بالقانون، واتمنى يعني انه العقوبة مش تبقى مغلظة، تبقى عبرة لاي واحد تاني يفكر ربع فكرة انه يقلده. لكن انا قصتي دلوقتي في السوشيال ميديا في النت. فاكرين لما كنت بقول لكم شوفوا ولادكم بيعملوا ايه على الانترنت، كنتوا بتقولوا يا تامر ده انت خنيق، ده انت حاجه تتعب، ما تسيب الولاد وتنبسطوا ومش عارف ايه. واخره الانبساط واخره السبهلله واخره الانحلال واخره البوظان واخره الانفلات ايه؟ بنت ماتت وشاب هيتسجن عشان النت وعشان الفوتوشوب وعشان الفيسبوك وعشان الحاجات اللي ولادنا قاعدين عليها من غير ما نعرف احنا عنهم حاجة، تحت مسمى حرية الشاتنج، حرية الحوارات وحرية التعارف وحرية المقابلات وحرية الأوض اللي بيخشوها على النت دي، وبلاوي سودة. انا بقول لكم انا عارف ان انا بقول لكم من ساعة ما قريت القصة وانا دمي بيغلي ومش عارف اعمل ايه. خلاص ما هو السكينة سرقتنا، خلاص ما انتهى الموضوع، مش عارف نعمل ايه ومش عارف حق البنت ده يجي ازاي، ومش عارف القانون هنا هيعاقب الولد ايه. انه انا اسف ان القانون هنا العقوبة ايه؟ ابتزاز نت، تحرش بانثى، مش يعني في النهاية اللي هو عمله نهايته ان في بنت ماتت. مش عارف بقى القانون هنا هيشوفها ازاي، لان القاضي بيحكم بمواد القانون ما بيحكمش بالعواطف. بس الحقيقة لازم ياخد جزاء مش رادع. بقول لكم لازم يبقى عبرة درس عنوان كده الناس تشوف وتكاف تقرب من النت بعد ما تشوف اللي هيحصل للولد ده. خبير تكنولوجيا المعلومات وليد حجاج، مساء الفل. وانا حزين من اللي بسمعه والله، اللي انا حذرت انا وحضرتك منه كتير. انا والله يعني انا عدينا مرحله الحزن بكتير يا استاذ وليد، واحنا دخلنا في مرحله الكوارث. انا عايز اقول لحضرتك ان دي مجموعات منظمه اكل عيشها هو اللي بتعمله مع الناس ده. يعني ده مش واحد بعينه هو اللي بيعمل كده، دي بتبقى مجموعه، واحد يصطاد الاشخاص، واحد يبتزهم، واحد ياخد الفلوس اللي الشخص ده حولها، وهكذا. هي مجموع الموضوع، مش قصه واحد بيعمل كده فيتم القبض على واحد، لا ده بقى رزق غير شرعي لاشخاص كتير جدا.
ومنظمات على افراد وعلى شركات على فكره. طبعا بس يعني هل تعتقد ان الواقعه اللي احنا بنتكلم فيها دي ممكن تبقى منظمه او عصابه، ولا هو شاب بس كان عايز يعني ينال من الفتاه فقرر انه يعمل هذه الدناءه؟ والله يا فندم اللي انا بصيت عليه على الانترنت بعد سماعي الخبر ده لقيت ان الموضوع ده متكرر في دول كتيره جدا عربيه. نتيجه ان هم بيضغطوا على البنات علشان يعني في الدول العربيه غير الدول الاوروبيه، مفيش القصه بتاعت الحريه قوي اللي يعني موجوده بره، فبيضغطوا عليها بالكلام ده. وللاسف للاسف ان في مواقع، ويعني يؤسفنا اقول لحضرتك انها اباحيه، متاحه على الانترنت من شانها حضرتك بتدي لها صوره الشخص تعمل له فيديو. فيديو يا خبر اسود، مش بتعمل له صوره، تعمل له فيديو يا خبر اسود. والكلام ده مش موقع ولا اتنين ولا تلاته. وطبعا ساعتها بقى احلف ان مش انا. بالظبط كده، احلف للناس ان مش انا، اثبت بقى ان ده مش انا، خلاص الطلقه طلعت زي ما بيقولوا وبقت فضيحه. والفضيحه حصلت. واثبت بقى، والناس طبعا بتشوف الفضيحه ما بتشوفش التكذيب. وحتى لو شافت التكذيب ما بتصدقوش. بالظبط. الناس بتحب تصدق الفضايح بس. القصه يا فندم ان المواقع اللي بتختلق حاجات مزيفه ومحرفه موجوده، ولا محتاجه من حد انه بيفهم، ولا هي بس محتاجه قله ضمير مش اكتر من كده، ده كل المتطلبات بتاعتها. طب ودي ما ودي مش خاضعه للقانون يا باشمهندس؟ ما هي لا تبث من الدوله المصريه ولا من دوله عربيه. وبالتالي احنا لا نملك غير الحجب. ما احنا قلنا الكلام بتاع الحجب ده مليون مره، وكل مره يقولوا لنا مش عارف في صعوبات تقنيه ايه ومش عارف ايه في كذا، مع ان في دول كتير حجب المواقع الاباحيه بسهوله. اتوقع ان التحول الرقمي الفتره الجايه لازم يحط من ضمن يعني الاليات بتاعته طريقه للتعامل مع مثل هذه المواقع، لان الموضوع بقى كتير قوي بزياده، وبقت الادوات سهله قوي، وبتدمر بني ادمين وبتخلي ناس تنتحر. والكلام ده انا لسه كنت ببص على الانترنت بقول لحضرتك هتلاقي في الامارات ناس انتحرت، هتلاقي في السعوديه ناس انتحرت. ما هو طبعا موجود في كل دول العالم، بس هي الفكره انه لا انا بتكلم على السوشيال ميديا. ايوه انا فاهم، انا فاهم طبعا، انا فاهم بتكلم بسبب السوشيال ميديا، بس انا بتكلم على انه خد بالك برضو انه ال 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 الهزار اللي ابتدى هزار بانه لعب في الصور ولعب في الفيديوهات ولعب مش عارف ايه، وانت المره اللي فاتت قلت لنا بقى في حاجه اسمها فيديو شوب مش فوتوشوب بس. بالظبط يعني كده. مصيبه سوداء، يعني انت تشوف نفسك بتعمل فعل فاضح اي حد هيشوفه هيقول لك فعلا ده تامر اللي عامل كده. طب انا هقول لحضرتك على حاجه، اهو الفوتوشوب بيحتاج مجهود عشان تأدت. المواقع اللي بكلم حضرتك عليها انت بتخش تنقي ايه نوع الفيديو وتدي له بس الصوره. يا خبر السوداء، انت مش محتاج تبذل اي مجهود. انا بقول لك احنا سكتنا، المواضيع ما بقتش صعبه. احنا سكتنا كتير على الهزار لحد ما قلب غم. بالظبط. الحاجه بقى كمان الثانيه، ان في ناس بتنتحر بسبب السوشيال ميديا لقله التفاعل عندها، يعني مش بس الابتذال. يعني مواضيع السوشيال ميديا يجب ان يبقى فيه اليه، وانا يعني هقول لحضرتك دي من ضمن الحاجات حتى اللي هطرحها في المجلس الاعلى للثقافه، لان عضو في اللجنه الرقميه والبنيه المعلوماتيه. ازاي يتم التعامل مع الكلام ده ونرفع الوعي عند الناس، لان مش معقوله ان واحد يفبرك لحد حاجه الثاني ينتحر. دي مش لو ده اتعمل، انا عايز اقول لحضرتك اقسم بالله النهارده الصبح الساعه 8 حاله مشابهه للبنت دي بالظبط بتكلمني بالظبط، ومش عارفه تتصرف وتعمل ايه. وللاسف ان الناس بقت بتاخد ده على انه مهنه، ان انا ابتز فلان واخد منه فلوس. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، انا مش بقول اللي يحصل معاه كده انه يدفع فلوس، لان لو دفع فلوس ده مش حل. الشخص لا ده هيتعمل معاه 20 مره. بالظبط كده. فيجب ان حد يحصل معاه زي كده، اول حاجه يبلغ اهله، ثاني حاجه يعمل محضر في مباحث الانترنت. الناس صحيح. دي ما بتسيبش الحالات اللي زي كده وبتبقى وراها وبتجيبها. صح. لكن صح. ما استسهلش واقول دي فضيحه، لا. وللمرة المليون يا باشمهندس والنبي قول لهم، عشان يمكن انا صوتي مش يعني مش مسموع قوي، قول لهم انه الاهالي عليهم مسؤولية في مراقبة اولادهم عما يفعلون على الميديا. ما تسيبش ابنك ولا بنتك في السن الخطيرة دي لوحده مع اللابتوب ولا الموبايل، هيعمل جريمة. ما هو حضرتك المشكلة الكبيرة، مش حضرتك بتقول ده صح، ولكن اولياء الامور بعاد كتير عن سرعة التكنولوجيا، فاحنا دورنا ان احنا نوعيهم ونفهمهم ازاي يقدروا يتابعوا ويبقوا قريبين من اولادهم. بس على الاقل لو كل ام واب كل يوم جابوا ابنهم ومعودينه او بنتهم وتعالوا وروني عملت ايه على الفيسبوك النهارده ولا كذا، هيبقى في سنه قلق. بس ده حضرتك لسن 14 15 16، ولو ولد من قبل كده مش هتعرف تكنترول. فهي المشكله برضه في كده، فلازم يبقى في دور علينا احنا كاهل طبعا، دور على المدارس والوعي، دور ديني، دور كمان ان احنا نقدر نقنن المواقع دي بشكل ما او نقلل انتشارها. مش هقول نمنعها 100% لان كل حاجه ليها طرق، ولكن نحد منها كثيره جدا جدا جدا.
بشكرك يا باشمهندس وليد، شكرا جزيلا. ميديا ما تسيبش ابنك ولا بنتك في السن الخطيره دي لوحده مع اللابتوب ولا الموبايل، هيعمل جريمه. ما هو حضرتك المشكله الكبيره، مش حضرتك بتقول ده صح، ولكن اولياء الامور بعاد كتير عن سرعه التكنولوجيا، فاحنا دورنا ان احنا نوعيهم ونفهمهم ازاي يقدروا يتابعوا ويبقوا قريبين من اولادهم. بس على الاقل لو كل ام واب كل يوم جابوا ابنهم ومعودينه او بنتهم وتعالوا وروني عملت ايه على الفيسبوك النهارده ولا كذا، هيبقى في سنه قلق. بس ده حضرتك لسنه 14 15 16، ولو ولد من قبل كده مش هتعرف تكنترول. هي المشكله برضه في كده، فلازم يبقى في دور علينا احنا كاهل طبعا، دور على المدارس والوعي، دور ديني، دور كمان ان احنا نقدر نقنن المواقع دي بشكل ما او نقلل انتشارها، مش هقول نمنعها 100% لان كل حاجه ليها طرق، ولكن نحد منها كثيره جدا جدا جدا. بشكرك يا باشمهندس وليد، شكرا جزيلا، وانا اسف ان انا يعني تدخلت معاك في قصه صعبه زي دي، بس للاسف الشديد ده مش جرس انذار، دي طوبه، طوبه اترمت في وشنا كلنا، عشان يا رب يا رب تفوقنا. دكتور جمال فرويز استاذ الطب النفسي، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، ازي حضرتك؟ ربنا معاك والله، انا متضايق عشانك والله. ما يعني لو احنا ما توجعناش وزعلنا زي على حادثه زي دي يبقى احنا مش بني ادمين. طبعا طبعا، يبقى الخير خلص من البلد يعني. حبيبي ربنا يخليك. هو يعني النفس البشريه يا دكتور، انا عارف ان فيها النفس الاماره بالسوء والنفس اللي ممكن تدفعك لارتكاب جريمة، بس في رادع بيبقى في وازع ديني اخلاقي اي حاجة ما بيخليكش تكمل في المشوار الا تمام. الا المجرمين معتدي الاجرام، لكن ان يتحول مجموعة من الشباب العاديين الى هذا الطريق هو ده اللي خطر. تربية تربية، كل اب مسؤول وام مسؤول عن ابنه يا فندم. بص يا فندم، احنا دايما بنقول شخصية بني ادم بتيجي ثلاث عناصر رئيسية، وراثة بياخدها من ابوه وامه، ثم التربية، ثم الخبرات الحياتية. أنا بشغلي بعد 33 سنة بشتغل في هذا المجال، الطب النفسي مع الحالات النفسية والمشاكل، سواء مشاكل جنائية أو نفسية، لقيت إن 80% من المشكلات بتيجي في فترة التربية الأولى. الناس اللي بيجوا لي 60 سنة و50 سنة و40 سنة مرضى نفسيين بسبب التربية الأولى. الأب كان بيعمل معايا، الأم كانت بتعمل معايا، أبويا كان بيعملني كذا، أمي كانت بتعمل كذا، أبويا كان بيعمل كذا. احنا للاسف الشديد بنسيب التربيه ونقول اصل احنا بنربي صح، كل واحد فينا انا بربي احسن تربيه، بتعمل ايه لاولادك؟ انا دخلت مدارس اجنبيه، دخلت مدارس خاصه، انا دفعت فلوس المدرسين، هي دي التربيه بالنسبه له، انا اشتريت لبس، هي دي التربيه. التربيه بالنسبه له صرف. دفعت فلوس، لكن علمت ابنك الصلاه، علمت ابنك مره حديث شريف، علمت ابنك ما يكذبش، علمت ابنك مره ازاي لما يواجه موقف بشجاعة يواجه الموقف بصراحة تامة. لا احنا ما بنواجهش وما بنعلمش ولادنا اي حاجة صح، وفي الاخر بنقول اصل احنا بنربي ولادنا وبنعلم ولادنا احسن تربية. التربية يا فندم ازاي ان انا صاحب ابني، ازاي اتكلم معاه، ازاي ان انا